وكان كلما ألقى بها في الفضاء تسقط. شكرا فكر. يا رنيم، يكفي. أي هارون، وصل نعم، وصل. وكانت كلما ألقى بها في الفضاء تسقط. فكر سليم قليلا فكر سليم قليلا وتذكر ما قاله المعلم، ثم تثبت من اتجاه سياحي وأرسل طيارته في نفس الاتجاه، فإذا بها تحلق. شكرا يا هارون، أنس حنينين. أنس، أريج. وهي تطير أرخى سليمون. أرخى سليم الخيط للطائرة قليلا قليلا، وهي تطير وتعلو في الفضاء شيئا فشيئا. ولما لم يبق من الخيط إلا القليل، لفه حول إصبعه حتى لا تفلت. شكرا. إذا توقفنا عند السؤال الثامن. السؤال العاشر، هكذا توقفنا عند السؤال العاشر يا نعم، أخوة. هل أنجزتموه؟ استنجسوه. أنا ما نجمتش على الخطر. باهي، يلا جساه. باهي، بسرعة تنجزونه الآن. أنا أنجزت. أنا أنجزت أستاذ. أحسنت، البقية بسرعة. حتى سيدتي أنجزت. سيدتي هو في جسر النجاح. يا بنتي نسيت شنو في بالي. جسر النجاح، هاي يلا بسرعة تنجزين التمرين. في جسر النجاح. بسرعة سيدتي أنا ما خدمتوش. سيدتي هو في جسر يا النجاح يا أطفال، يا أطفال ما تسألوني حتى سؤال توا. اللي ما خدمش التمرين ينجزه الآن فقط، بسرعة لنصلح. السؤال أمامكم، يلا بسرعة. سيدتي أنا سنزيد جملة على الفعل فهو خطر. أنا كتبت. مرحبا يا مجري. مرحبا سيدتي، أذهب لشرب ماء. نعم، إذا يا مجري سوف تنجزين السؤال رقم 10. إيه رقم 10؟ نعم،
السلام عليكم أستاذ. مرحبا يا آدم. آدم أستاذ أنا أنس. دخلت بيت آدم. تعرفك تعرفك. مرحبا يا تعرفك. قل كيف حالك و أكس. سوف تنجز السؤال رقم 10. أنت مثل ها سؤال رقم 10 بعد أعبر عن الصورة. سيدتي احنا وصلنا السؤال رقم 8 هيك نهار ما صلحناهوش. لا جبنا عنه السؤال رقم 8 و 9. هنصلح يا أطفال. سيدتي هيا نصلح. لحظة يا أريج يا مجري. سيدتي احنا ما قريناش الباب ضعيف. عرفنا عنها الشد. الباب ضعيف هي الشدة. فسرت لكم الأسبوع الفارط. فسرت لكم ما معنى ضعيف. نصلح؟ نعم. أنت حليت المرحلة اللي خلاها ما حلهاش. أي هارون أعطيني الجملة متاعك. نعم. في يوم الربيع في يوم من الأيام الربيع المشمسة استيقظ اللاعب بكرا فتوجه إلى الضيعة باكرا ليرى فلاح باكرا فتوجه إلى الضيعة ليرعى أغنامه. به أعطيني الكلمات اللي فيها ضعيف. الأيام. جيد. الربيع. كلمة أخرى.
فلاح فلاح. أحسنت رنيم. رنيم. نعم سيدتي. اقرأي. الشمس مشرقة، الشمس مشرقة، الشمس مشرقة، نقصد كان الطقس يغلي بالتشوال. نعم سيد. يا رنيم عاود اقرا الجملة نتاعك وركز روحكم بعد ونرجع لك. باهي ثبت من الإجابة بتاعك قبل. يحيى. نعم. اقرأ. في يوم جميل السماء صافية والشمس مشرقة خرج الراعي بغنمه إلى الغابة. استخرج لي الكلمات اللي بها ضعيف. السماء والشمس والراعي. أحسنت. مجري مجري. في يوم الربيع خرج الفلاح بأغنامه يستنشق هو بعض النسيم العليل. عاود يا مجري عاود. في يوم الربيع خرج الفلاح ليستنشق بعض الهواء النقي وكذلك لينشط أغنامه. وذلك وكذلك ليستمتع بتها. جملتك أم لا؟ بتها. ايه عاود اقراها بشوية ما فهمت منها شيء. عاود. في يوم الربيع خرج الفلاح ليرعى الأغنام ويستنشق بعض النسيم العليل. استخرج لي كلمات التي بها تضعيف. يرعى. أي الأغنام. نيمة. أي النسيم الأغنام النسيم الربيعي. الربيعي الربيع. أحسنتي جيد. براء. كون جملة بالكلمة التالية زوجة الشيخ. لحظة يا مجري، ماذا تفعلين يا مجري؟ ما زلنا بنفس السؤال. براء. أستخرج القناة أعبر عن الصور بجملة تحتوي على كلمة بها تضعيف. أقرأ لي جملتك. أي كان فلاحا كان راعي كان الراعي كان الراعي
هل أنجزت الجملة يا براء؟ نعم. براء، أنجزت نعم. الجملة أم لا؟ اقرأها. كتبتها عندك في الكراسة ولا؟ يا براء. نعم. كتبت الجملة أم لا؟ براء، براء تسمع فيا ولا؟ يا براء، علي ما تجاوبش يا براء. نسمع فيك يا براء، ارفع صوتك قليلا. يا براء ما يحبش يشارك. براء هيا. ادم انس عفوا. كأنه يشرب بعض الماء. نعم انس اقرا الجملة. الطقس مشمس والأشجار مخضرة والراعي يرعى أغنامه وهي تأكل العشب الطرية. أستاذة، الطقس مخضر الطرية فيها تضعيف. أحسن، جيد. هل هناك كلمة أخرى؟ والراعي. جيد، أحسنت. أريج. سيدتي مسجد. أنا سحنينية، قرأت الجملة أم لا؟ ما زلت سيدة. براء. غير موجود. نعم سيدتي. يا براء من الساعة نكلم فيك، علاش ما تجاوبش؟ براء. نعم يا براء، ما نقعدش نعيط لك 100 مرة أنا باش تجاوبني راهو. ما عنديش كان أنت، عندي زملاء زادة باش نسمعهم. كي نكلمك تجاوبني، سمعتني ولا؟ باه. اقرا الجمله نتاعك كانك ما زلت. قل لي انيستي راني ما زلت، مش تخليني نحكي وحدي. اخذ الراعي الخرفان الى يا برا. شكون بحذاك يا برا؟ سامحني لحظه، شكون بحذاك؟ حتى حد نسمع في حس. انا ثم شكون قاعد يقول لك بشويه؟ اللي بحذاك قول له يسيبك وحدك تقرا. مش معقوله هكا. تفضل يا براء. كان الراعي ياخذ الخرفان. هل الكاميرا يا براء. يأخذ الخرفان إلى قالت لك حل كاميرا. يأخذ الخرفان إلى يأخذ الخرفان إلى براحل الكاميرا. سيدتي أنهيت. أنا هديج ممكن بعد براء. أنا لحظة، براحل الكاميرا. يلا اقرأ الجملة.
أخذ الراعي الخرفان إلى مراعي. خرج لي كلمة اللي فيها تضعيف. أخذ. لا. حل الكاميرا يا براء. استخرج لي كلمة التي بها تضعيف. قدم على البيرو وحط الكتاب على البيرو يا براء. نقعدوا شكك كراو. شنو هي كلمة التي فيها تضعيف؟ الراعي. ايه ماذا ايضا؟ الخرفان. الخرفان أين هو التضعيف؟ ما معنى تضعيف يا براء؟ إن مراعي. ما معنى تضعيف يا براء؟ يعني شدة. يعني شدة. شو ما كلمتي فيهم شدة؟ شدة السماء كل ما نزمش نقراها. عليك كتبتها أنت ولا؟ أي. أي شنو هي؟ أقرأ الجملة؟ عود لي ملو الجملة بتاعك. أخذ الخرفان إلى المراعي. إلى المرعى. إلى المرعى. به استخرج لي كلمتي فيها تضعيف. الراعي. أي. المرعى. المرعى فيها تضعيف فيها شدة. لا فيه الشدة. المرعى فيه الشدة. الراعي فقط. رنيم كان الطقس يغري بالدجوال. خرج الراعي إلى الحديقة ليرعى ليرعى يرعى ماذا؟ موسى لكن عرفت الكتل سمح بكم. يرعى ماذا يا رنيم؟ 30 مرات كيف نسمي يزوكم؟ أغنام هو ليرعى أغنامه. بس
الطقس الراعي الطقس والراعي أذهب إلى الحمام. نعم واصلي رنيم. الطقس الطقس والراعي. هل يوجد كلمة أخرى؟ زيد أنس حنينية. نعم أنا أقرأ. سيدتي أنا قلت زيد الراعي. به أي أنس حل الكاميرا. في صباح مشرق خرج الراعي إلى الحديقة ليرعى سيدتي هذه نقول خراف. نعم ليرعى خرافه. ليرعى خرافه. أخذ الخرفان إلى الشجرة لإعطائهم الظل. أعطائهم الراعي الشجرة. يا أنس بحذي زي واحد قد يتكلم. هيا أنس أعد. في صباح مشرق خرج الراعي إلى الحديقة ليرعى خرافه. أخذ الخرفان إلى الشجرة لإعطائهم الظل. استخرج لي كلمة فيها تضعيف. الراعي الشجرة الظل. أريج مجري برهمي. عادي أنا بعد أريج. نعم. سيدتي أريج مش لهنا. مؤمن في يوم من الأيام الربيع ذهب الفلاح إلى الضيعة ليرعى خرفانه. أيام فيها التضعيف الربيع فيها التضعيف الفلاح فيها التضعيف. أحسنت. أريج البراهمي غير موجودة. نمر إلى سؤال موالي. أنس حنينية اقرأ سؤال 11. نعم سيدتي. اقرأ السؤال. كون جملة بالكلمات التالية: الذبابات، الشيخ نش بالمنشي. إذا هي الجملة. سيدتي شنو هو المنش؟ اللي نشوفها الذباب. سيدتي ما نساش نقرا الجملة نتاعي. نساش نقرا الجملة نتاعي سيدتي. لحظة يا أطفال، لحظة. دور أنس راه باش يتكلم، هو مش عاطيني الجملة. عرفت يا أنس المنش ولا؟ أي. جيد، أعطيني الجملة. نش الشيخ الذبابات بالمنش. أحسنت. جيد. به. سوف نمر إلى شيء آخر. كل مسرور كل مسرور.
سيدتي الشيخ وبالمنشي ونشى كان نظيف. اي نعم. اما الذبابة لا، الذبابة لا. لا ثم يا اطفال سكروا الميكرو، سكروا يا اطفال. التضعيف الشدة. اي نعرف. انت قلت اي الذباب اي. انا قلت الذباب اي. استاذ عادي نقرا. لا مش تسكروا لي ميكرو الكل، ليه سكروا لي ميكرو؟ تعملوا برشا حسراو. لحظة باش نمد لكم شيء آخر، باش نعمل نص آخر. أريج هنا أم لا؟ نعم. أريج برا. سيدتي في أي صفحة هذه؟ في أي صفحة؟ لحظة يا لحظة. أريج أين كنت يا أريج؟ نعم سيدتي. أين كنت؟ الحمام. طلبت الإذن أم لا؟ طلبت الإذن أم لا؟ طلبت سيدتي. باه ابدأ القراءة. اقرأ النص. التقت حمامة وغزالة وفأرة وسلحفاة واصلي أريج. سيدتي نشغي في الكلمة اللي بعدها بالبداية. اشتكت الحمامة من الطيور من مطاردتي السيد لها وحكى الصياد لها وحكى الفأر مغامرته. نعم القطة وعبرت الغزالة عن خوفها من الصياد والوحوش. قال لهم يكفي أريج مؤمن.
قالت لهم سلحفاته كم أمن؟ قالت لهم سلحفاته نحن ضعفاء فريسة يا لغيرنا لو بنينا بيتا نسكنه معا ونتقاسم العمل لتغلبنا على الصعاب وفقها الجميع وشرعوا في بناء البيت وعاشوا فيها سعداء وذات يوما خرجت الغزال. يكفي يا مؤمن. يحيى سيدتي أذهب. نعم بعض الماء. نعم يا مجري. يحيى واصل. وذات يوما وذات يوما خرجت الغزالة لتجلب الماء ولكنها لم تعد كعادتها قلقة الأصدقاء وأحتاروا كثيرا حلقت الحمامة عاليا في السماء للبحث عنها وخرجت الفأرة إلى الغابة في حين بقيت السلحفاة تحرس البيت يكفي. شكرا براء. وبعد بحث طويل وجد صديقتان الغزالة وقد وقعت في شبكة صياد في شبكة الصياد زيد واصل حطت الحمامة على الشجرة تراقب مكان بينما شرعت الفأر في قضم حباب الشبكة وهكذا نجت الغزالة منها هلاك المحقق اجتمع الأصدقاء الأربعة تعهدوا على تضمن الحب الدائم عن قصة واحدة. يكفي شكرا. أنس أعد القراءة من البداية. التقت حمامة وغزالة حل الميكرو يا أنس. حل الميكرو. ميكرو مسكر يا أنس. توفيق. اشتكت الحمامة من مطاردة
الصيادي لها وحلق وحكى الفأر مغامراته مع القط وعبارات الغزالة عن خوفها من الصياد وبطشي الوحوش. قالت وقف يا أنس. شكرا رنيم. قالت لهم السلحفاة: نحن ضعفاء فريسة لغيرنا، لو بنينا بيتا نسكن معا ونتقاسم العمل لتغلبنا على الصعاب. وافق الجميع وشرعوا في وافق الجميع وشرعوا في بناء البيت، وعاشوا فيه سعداء. وذات يوم خرجت الغزالة لتجلب الماء، ولكنها لم تعد كعادتها. قلق الأصدقاء. هارون. نعم. واصل. قلق الأصدقاء. قلق الأصدقاء واحتاروا كثيرا. حلقت الحمامة عاليا في السماء للبحث عنها، وخرجت الفأرة إلى الغابة في حين بقيت السلحفاة تحرس البيت. وبعد بحث طويل وجدت الصديقتان الغزالة وقد وقع في شباك الصياد. شكرا يا هارون. أنس حينية. نعم. واصل. حطت الحمامة على الشجرة تراقب المكان، بينما شرعت الفأرة في قوم حبال الشبكة. وهكذا نجت الغزالة من هلاك محققا. اجتمع الأصدقاء الأربعة وتعاهدوا على التضامن والحب الدائم. الدائم. حل الميكرو. نعم. السؤال الأول. ألون. أقرأ. لحظة. أريج. ألون العنوان الذي أراه المناسب للنص. السلحفاة حكيمة، وحدة الأصدقاء، ذكاء الصياد،
أي ما هو العنوان الذي ترينه مناسبا للنص؟ السلحفاة الحكيمة، أقصد وحدة الأصدقاء. لماذا؟ لأن الأصدقاء متعاونون كثيرا. أين يظهر ذلك في النص؟ أعطيني ترى القرينة التي تدل على وحدة الأصدقاء. ذات يوم خرجت الغزالة لتجلب الماء ولكنها لم تعد، فقلق الأصدقاء واحتار كثيرا. حلقت الحمامة عالية في السماء للبحث عنها، وخرجت الفأرة إلى الغابة في حين بقيت السلحفاة تحرس البيت. وبعد بحث طويل وجدت تحرس البيت، يعني هنا يظهر تعاون الأصدقاء. أحسنتي، يكفي. إذن الإجابة العنوان المناسب هو وحدة الأصدقاء. ما أستخرج الشخصيات الرئيسية في النص. سأعيد إليكم النص وسوف تكتبون على الكراسات الشخصيات الرئيسية. إذا تيش معناها الرئيسية؟ يعني الشخصيات المهمة في النص اللي قامت بأحداث، اللي قامت بأشياء، اللي كان عندها دور رئيسي في النص. يعني سيدتي، نعم، رجع النص. أنا عندي أسئلة. طول النص. نصلح؟ لا سيدتي، نحب نكمل نكتب السؤال. مش لازم تكتب السؤال يا ولدي، الشخصية الرئيسية فقط سوف تكتبها. أنهيت سيدتي. أنا كملت من بكري. أنهيت سيدتي. ب
نصح؟ عشان سيدتي. لا. عشان. أي مجري؟ من هم الشخصيات الرئيسية في النص؟ الشخصيات الرئيسية في النص الحمامة، الغزالة، السلحفاة، والفأر. قول جيد. إذا الحمامة، الغزالة، نهاية تستاذ ب السلحفاة، نهاية الفأر. ما مجري اقرأي السؤال. أضع علمك قاتل ومقتول أمام الجملة الصحيحة حسب النص. تضامنت الحيوانات الأربعة وشلبت الماء من النهر. سبعة ليش ما كتبناش الصياد؟ اتفقت الشخصيات. لحظة يا أنس، لحظة وصلي اقرأي. اتفقت الحيوانات الأربعة على الهجوم على الصياد. تعهد الأصدقاء الأربعة عن التضامن والتآلف. شكرا. ماذا قلت يا أنس؟ أنس علاش ما كتبناش الصياد في الشخصيات؟ احنا قلنا في سؤال الشخصيات الرئيسية ماذا كان دوره الصياد؟ عملش حتى صيد الغزال. شو راح تحكيو عليه؟ هو يا هو الصياد ما عملش حتى شيء. مش حتى شيء. هو راح تحكيو عليه عن أي شيء فعله الصياد. يا أنس ما سمعتكش عاطي. يا أنس. الصياد من الصياد في الشخصيات الرئيسية. الصياد هو الشخصية الرئيسية. الصياد هو يعني هو قال علي. أنس. فهمت انه الصياد مش في الشخصيات الرئيسية. نعم هو شخصية لكن ليس شخصية رئيسية، يعني لم يقم بعمل، وقد تم ذكره في النص فقط. لذلك لم ن... به هو سيدتي من بكري قال هو من بكري قال لي راهو يا يصطاد في الغزال. الحيوانات الأربعة وجلبت الماء من النهر. اتفقت الحيوانات الأربعة على الهجوم على الصياد. تعهد الأصدقاء الأربعة على يعني هو ما أخطرش الحيوانات وما أخطر ناس أكثر ناس وما موجودين أكثر. لا سيدتي خرجت. أناس نعم أناس عندي سكوتر. ألو تفسير كبير. صح عليك.
حتى انا عندي. وانا حتى انا عندي. انا عندي انا بس. كنت ثانية رقم قديش؟ انا عندي ثانية خبز. خمسة. تمارين مش تبدو تحكي وانا عاد سكوتة. انا ما عادش سكوتة. لحظة سيدتي هي دخل التو. كلكم ثانية خمسة؟ لا 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 تسعة. شكون في الثانية ثلاثة؟ أو ستة ثانية ثلاثة؟ لا نحن ثانية تسعة مدير. مدير إيش كون في الثانية ثانية ثلاثة؟ أنا شكون في الثانية تسعة؟ انا وراء سنة تسعة. انا غريب. انا ثانية ثمانية. شوف هي جايبة ذاك كان جايب السلام عليكم. قسم واحد ثانية اثنين ثانية واحد. ياي يكفي ياي يا براء. أي أطفال نعود إلى السؤال. إذن أي مجري أجيبي أضع علامة الجملة الصحيحة حسب النص. مجري. نعم سيدتي. أنهي الإجابة الصحيحة؟ تعهد الأصدقاء الأربعة على التضامن والتآل في. أحسنتي. ب نمر إلى سؤال موالي. أكتب جملة من النص تدعم جوابي. دور من الآن؟ يحيى. نعم. إذن زميلتك قالت تعاهد الأصدقاء الأربعة على التضامن والتآلف. سوف تبحث في النص عن جملة تدل على هذا الجواب. اجتمع. هاي اجتمع اجتمع وصل اجتمع الأصدقاء الأربعة تو وتعاهدوا على التضامن التضامن وحب الدائم. أحسن. اجتمع الأصدقاء الأربعة وتعاهدوا على التضامن والحب. يا أخي أنا ما أشوفها. سكر الصوت. يا براء يا براء. نعم. سؤال خمسة. أربط كل قول بصاحبه. أنا دائم الخوف من الصياد. ما رأيكم لو نبني بيتا نسكن معا. إنه الصياد إن الصياد ذهبت إذا سوف تكتبون هذا.
سيدتي عندها مشكلة يعني إنترنت. متلفش النار الحاجة. هاي تطور تخدم. سيدتي؟ سيدتي نحن نسير في تونس. سيدتي؟ سيدتي نغري دخل. سيدتي؟ غادي وغنية انت سيدتي 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 يمكن خرجت يا فش بكم سيدتي 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 هكنت يا قلت اتوى حتى انت زاد انت قلت سيدتي تخرج زيد انا مش انا تهوى اللي قلتها انت وزيد اصدقائي اللي حتى انت راك بك ما انتش كلامك اي حتى انت قل انت راك قاعد حتى انت قاعد راك يا رنيم قاعد تعمل في الحس راك وحتى انت هات عملت حس توا الله يسلمك حتى انت توا عملت حس توا عملت حس توا توا عملت حس بالحق زيد من بكري بالحق والله براء كلنا عملنا حس قهوة وفير وقهوة وانتي اكثر واحد شبيه المايكيت اخي المايكيت قاعدة ساكتة كل أبرا أنت صوتك كيف هارون بالضبط؟ بالحق أنا حال الميكروفون باهي أكيد أنت كلنا صمام فكر المايك أول شيء فكر قبل الكلام شكون اللي قاعد يسكر في الماي؟ اي والله شكون قاعد يسكر في قاعد يسكر في الماي؟ انت قاعد تسكر لك الماي انا قاعد نحل فيه ومسكر فيه متسكر انا شنو تحب انا عزيزتي الماي بالزحمه انا قاعد نسكت وكهوا نسكت سيدتي سيدتي اين انتي صدقتي اين انتي تدخل سيدتي وتشوف المقلب اسكت سيدتي سيدتي وتعاقب وحتتي مش تعاقبك لا فش تعاقبنا واحنا نقرا عن بعد كلنا مش تعاقبنا كلنا فش كيف تعاقبنا واحنا عن بعد بعد نقراو حطيت انا لكن صورتنا من بعد بايز كنا راسي يتكسر وحتى احنا راسنا تكسر وحتى راسنا تكسر من قدامك قال لي اش نخرج اخرج اخرج شين راني مروق بك اسكر المايك را سكر المايك وحتى انت سكر المايك كنا نسكروا الماي عادي تسكتوا خلينا نتكلم عادة يا أحسن ما نسكتوش أحسن ما نسكتوش أبراء أظن صوتك نسخت من صوت هارون أظن هارون هو اللي باش يجاوبني مش براء تسكتوا فكرت المعلم وقت دخل شوف تعمل لنا براء سكرت الواحد المايك راك باش تسكر روحك وتسكر الكل
وري أنس عندي سكتر يعني أريج تحديثة أريج يا مو أهو أريج أريج قد نجا قد نسى قد نتكلم معك يا مؤمن أنت هورس نجم تتحكم فينا را حتى أنا يا أطفال عذرا قصت علي كونيكسيون برشا به نعود هاي هذا التمرين تنجزونه على الكراسات رقم 5 دائما تنخوف المستخيات شكون تخاف دي المستخيات خاف الغزالة الغزالة يا أطفال تنجزونه التمرين على الكراسات مكتب امشي انا دائما اخاف من الصياد شكون اكتبوا الاقوال امامكم ونترجع لكم النص للتثبت هل أعيد النص؟ لا لا أستاذ ممكن نجاوب؟ نعم سيدتي لا بسرعة سيدتي كما تكتب بالجمل الكبار والصغار باه لحظة فقط ترجعكم النص أنهيت سيدتي جيد أريج أنا هيتي أم لا؟ لا Thank you.
مثل هل يمكنك إرشاء النص؟ لحظة فقط. سيدتي أذهب إلى الحمام. نعم. سيدتي أذهب إلى الحمام. بسرعة. أريج أنا يتملى. سيدتي قعدوا لكثك الماء. أين الصقر من المركز؟ أنا هاي الآن أستاذة. يا أريج، إذا سأعيد النص ثم نصلح. أستاذ أريد الذهاب إلى الحمام. نعم يا أنس بسرعة. أنا يحيى. أستاذ يحيى بسرعة يا يحيى. أنا هايت. أنهيت سيدتي. جيد أحسنتم. بقي مؤمن. يا أنس من هي؟ أنستي. نعم. أنهيت أم لا؟ أنهيت. توفيق. أنس توفيق. أنهيت أستاذة من الأول. أريج نركز ذهب الحمام. أنهيت سيدتي. كمل. يمكن الذهاب إلى الحمام. من؟ براء. به يا براء. بسرعة 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 لأننا سنصلح. أنس توفيق أعطني الإجابة. أنا دائمة الخوف من الصياد. من قال هذا؟ أنس توفيق. نعم أستاذ. أنا دائمة الخوف من الصياد. من قال هذا؟ الغزالة. الغزالة. نعود إلى النص. اقرأ القرينة من النص.
وعبرت الغزالة عن خوفها من الصياد الوحوش. إذا الغزالة أنا دائمة الخوف من الصياد. براء براء نبني بيت النشر ما يقوم لو نبني بيت نسكن معا. من قال هذا؟ السلحفاة. نعود إلى النص. اقرأ القرينة. شوف وين قالت. تحرك نس. وين السلحفاة قالت؟ أي براء. نبني بيت. وين يوري هذي؟ ويني لو وين على البيت وين يورين براء؟ تاتا سيدتي اقرأ القرينة من النص. لغيرنا لونا السلحفاة نحن ضعفاء فريسة لغيرنا لو بنينا بيتا نسكن فيه معا. جيد أحسنت. إذن السلحفاة رنيم الجملة الأخيرة. عفوا على السلحفاة هنا هذا لي خطأ. حسنا إن الصيادة يلاحقني أينما ذهبت الحمامة. أينما ذهبت الحمامة. سأعيد إليك النص لقراءة القرينة. رنين إذا تبش نلوج عليه القرينة. ابحثي جيدا. سأعد لك الجملة. إن الصياد يلاحقني أينما ذهبت. حمامة. الحمامة ممن تقلقت؟ ما هو الشيء الذي أقلقها؟ الشيء الذي أقلقها أي؟ أشكل أنا صيادة ماذا به؟ الغزالة. الصيادة ماذا فعل؟ ما به الصياد؟ صيادو
ماذا فعل الحمامة؟ ترجع للنص. في أول النص يا رنيم. حسنا. يا أنس أنا يا رنيم، أنت مش مشتقة القول كيف ما هو مكتوب، يعني الحمامة هنا ما بها الحمامة، هل هي فرحة؟ هل تشعر بالفرح في القول متاعها هوني؟ لا. إذا ما بها الحمامة، ماذا تفعل عندما قالت إن الصياد يلاحقني أينما ذهبت؟ هي تشتكي، نعم أو لا؟ هي قاعدة تعبر عن القلق متاعها عندما قالت إن الصياد يلاحقني أينما ذهبت، يعني هنا تشعر بالقلق، لماذا؟ علاش هي متقلقة الحمامة؟ لأن الصيادة ماذا يفعل؟ يلاحقها. نعم يلاحقها. إذن أو الصياد ماذا فعل؟ يطاردها. إذن وين الجملة اللي تعبر أن السلحفاة قاعدة تشتكي من الشيء الذي يفعله الصياد؟ السطر رقم 1. اقرأيه. اشتكت الحمامة من مطاردة الصياد لها. جيد، نعم هذه هي القرينة. ها هارون اقرأ السؤال 6. نعم اقرأ السؤال 6. ماذا حصل للغزالة وكيف نجت؟ إذن سأعيد إليكم النص لتفكروا قليلا. ماذا حصل للغزالة وكيف نجت؟ حسنا سيدتي. أنهيت يحيى؟ لا. ماذا حصل للغزالة وكيف نجت؟ سأضيف ما شكون يخربج. أنت
لطيف أنا واحد قد يكتب بي قد يكتب لا لا خيرني أعلم ذلك أعلم أعلم قلت لها كما لخدمي سيدتي نعم الصفحات كلها وفات عندي في الكراسة شنو؟ الصفحات الكل فات في الكراسة خذ كراسة أخرى أو ورقة انهيت سيدتي زين مصلح عشان بقية استاذة انهيت استاذة انهيت البقية انهيت استاذة انهيت انهيت هذا زيد سيدتي أعد للسؤال أنهيت أستاذة أنهيت سيدتي أعد للسؤال هذا هو السؤال شو أنهيت براء؟ هارون نصلح؟ هارون نعم اقرأ ماذا كتبت؟ وقعت الغزال في شباك الصيد فقلقت الأصدقاء على الغزالة أي كيف نجت؟ نجت وبقيت من ساعدها؟ من أنقذها؟ أنقذها الحمامة والفأرة وبقيت السلحفاة تحرس البيت إذن بقيت السلحفاة تحرس البيت والحمامة ماذا فعلت؟ والحمامة
أنقذت الغزالة. أي غزالة، أي ماذا فعلت؟ كيف ذلك؟ ماذا كان دورها الحمامة؟ بقيت تراقب على الشجرة، بقيت حاطة الحمامة على الشجرة تراقب. مش أنا، كانت محلولة. والفأرة ماذا فعلت؟ والفأرة شرعت فأرة في غاز من الحبل. جيد، أحسنت. أنس حنينية، هل يمكنك إعادة الإجابة؟ أنس حنينية غير موجود. أريج، أريج غير موجودة. مؤمن، نعم أعد إجابة. ماذا حصل؟ هذا أنس شاب. أي مؤمن عدى منها درجي. يا مؤمن، نعم، ماذا حصل للغزالة وكيف نجت؟ وذات يوم خرجت السلحفاة لتجلب ماء ولكنها لم تعد كالعاده. قلق الاصدقاء واختاروا يا مؤمن كثيراً. يا مؤمن لحظه، انت ماكش مش تعود نقل النص. انت سوف تقول لي ماذا حصل للغزاله بالمختصر، يعني ماذا حصل للغزاله؟ ماذا حصل لها؟ ضاعت. هل الغزالة ضاعت؟ أنس حنينية، هل الغزالة ضاعت؟ لا. ماذا حصل لها إذن؟ وقعت في شباك الصياد. نعم يا مؤمن، الغزالة وقعت في شباك. اقرأ القرينة يا أنس حنينية. نعم، اقرأ القرينة. وبعد بحث طويل وجدت الصديقتان الغزالة وقد وقعت في شباك صياد. جيد، من أنقذها يا مؤمن؟ كيف نجت الغزالة؟ الحمامة. فقط الحمامة؟ والفأرة فقط؟ نعم. ماذا فعلت الحمامة؟ حطت الحمامة على شجرة تراقب المكان. طيب والفأرة ماذا فعلت؟ الفأرة في قضى من جبال الشبكة. في قضم حبال الشبكة. نعم، يحيى، هل هناك شخصية أخرى ساهمت في نجدة الغزالة؟ نعم. من؟ الفأرة. قال زميلك، قال أن الفأرة شرعت في قضم حبال الشبكة. يحيى، النص أمامك يا يحيى، ابحث بنفسك. من الشخصية الأخرى التي لم يذكرها زميلك والتي ساهمت في إنقاذ الغزالة؟ لا، سلحفات. أحسنت، ماذا فعلت سلحفاته؟ حرست على البيت. نعم، بقيت تحرس البيت. على البيت تحرس البيت وبعد فقط تحرس البيت. تحرس على البيت. تحرس البيت. براء، اقرأ سؤال 7. سؤال، أعوذك المسطرة بكلمة
تفيد نفس المعنى. اقرأ الجملة. حلقت الحمامة على بحث عن الغزالة. حلقت يعني طارت. لا ما تقوليش يا برا، ما تقوليش على الإجابة، اقرأ لي الجملة فقط. حلقت الحمامة عاليا والبحث عن غزالة وباقي الحشرة تحرس البحث. باهي يا أطفال، سوف تبحثون عن كلمة لها نفس المعنى هي وحلقت وتحرس، كلمات أخرى بمعنى حلقت وبمعنى تحرس. سيدتي مساش هترجع النص، مش موجودة في النص الكريمة، في النص موجود حلقت وموجود تحرسوا. أوكي تحرسوا هي نفس الكلمة موجودة في النص، يعني من عندك أنت مش تقول على كلمة. عبارة تراقب البيت تحرس يعني تراقب. طارت طارت. نوج على كلمات تساوي حلقت وتحرس كهو. حلقت تحرس. يحيى من فضلك أغلق الميكرو. براء أيضا من فضلك أغلق الميكرو. أغلق شو ما الله. أستاذة ممكن تحطي لنا النص؟ يا أنس الكلمة مش موجودة في النص، في النص موجود نفس الكلمات اللي ترى فيهم في الجملة، يعني أنت الكلمات مش تجيبها من عندك. سيدتي أنا لقيت هالكلمات. سيدتي عادي أنا أقول الجواب. حتى يجي دورك. ما عرفت. براء أعطيني الكلمة الأولى، ما معنى حلقت؟ يا براء نعم ما معنى حلقت؟ حلقت يعني طارت. نعم حلقت يعني طارت. طارت بعيدة. به يكفي. أنس توفيق ما معنى تحرس؟ أنس توفيق. نعم أستاذ تراقب المكان. ماجري نعم سيدتي. اقرأ السؤال. وقعت الغسيلة في شبكة أحد الصيادين. الغسيلة في شبكة أحد الصيادين.
الصيادين أسرع الأصدقاء لنجاتها ومساعدتها. ما رأيي في سلوك ما رأيك ما رأيي في سلوك الأصدقاء؟ وهل أزيهم في ذلك؟ أؤيدهم في ذلك؟ سيدتي، هل أستطيع الذهاب إلى بيت الراحة؟ بيت الحمام، مش بيت الراحة. بيت الراحة زاد النجم الكل. بيت الراحة أحسن من الحمام. سيدتي هيا باش ترجع يا اخي. شنو من بكر وهي قد تقص بالحق؟ اريج اريج نحكي لك حاجه. لما خلصت خليته اريج معلمه خرجت راهي باش تخلينا عاقلين. معليش باش خلينا نلعبوا. يا مؤمن تعرف اللي راه انت مش يكفي يا بنتي. باهي يا اطفال، اذا سوف تجيبون عن هذا السؤال، تبدين رايكم. ما رايي في سلوك الاصدقاء وهل اؤيدهم في ذلك؟ لماذا؟ سيدتي ما معنى سلوك حسن؟ يعني هل توافقينهم؟ شكرا الحسن. سيدتي شماذا شماذا أوافقهم؟ ماذا قلت يا مجري؟ سيدتي في شنو أوافقهم؟ سلوك الأصدقاء، ما رأيك؟ وهل تؤيدينهم في هذا التصرف؟ سيدتي أنا نؤيدهم، أما في شنو معناتها نوافقهم؟ في الشيء الذي قاموا به، أنهم أسرعوا لنجدتها ومساعدتها.
أنهيت أستاذة. أنهيت سيدتي. الكل مش تعطيوني إجابات متاعكم. رنيم، يا رنيم أنا الكافو. رنيم يا رنيم أنا هاي يا أطفال بال رنيم. اللي نعيط له ما يجاوبنيش رنيم شو نعدي؟ هارون. نعم نعم سيدتي. أين كنت يا رنيم؟ أي هارون تفضل. كنت في الحمام سيدتي. أباركوا سموك الأصدقائي. لا سيدتي أنا من بيت سألتك. تفضل يا هارون. أباركوا سموك الأصدقائي لأنهم أنقذوا الغزالة وساعدوها. إذا أنت تؤيدهم في هذا التصرف؟ نعم أؤيدهم. جيد. رنيم. أستحسن تصرف الأصدقاء وأثمنهم لأنهم ساعدوا الغزالة. أنا سحنينية. أحببت تصرف الأصدقاء لأنهم عملوا بالخير. لأنهم عملوا بالخير لصديقتي. قاموا بعمل خير أو قاموا بفعل خيري. لقد عملوا بعمل خير. به أريج. سيدتي زل. أسرع يا أريج. مؤمن. راقني وأذهلني تصرف الأصدقاء لأنهم ساعدوا الغزالة أو أنقذ الغزالة. يحيى. نعم. أجب. أنا. تفضل يحيى. ما رأيي في سلوك الأصدقاء وهل أؤيدهم في ذلك؟ لماذا؟ أجب. أعطيني إجابتك يحيى. سلوك حسن أن أؤيدهم في ذلك. لماذا؟ لأن الأصدقاء يجب يكون متعاونون به. براء. براء. أنس توفيق. نعم أستاذ. تفضلي أجبني. أعجبني سلوك الأصدقاء وأوافقهم في ذلك
صديقتهم الغزالة. أحسنت يا أنس. مجري. سلوك الأصدقاء مثل جيلي صديق، وأنا أوافقهم أوافقهم لأنهم قد ساعدوا بعضهم البعض البعض، وهم دائما وهم كذلك قد تعهدوا على الحب الدائم. ب أحسنت يا مجري. أريج. أستحسن وأبارك تصرف الأصدقاء لأنهم لطيفون وقاموا بعمل خيري. أحسنت يا أريج. به أحسنتم يا أطفال، يعطيكم الصحة. نلتقي إن شاء الله في الحصة القادمة. إلى اللقاء. يعطيكم الصحة. إلى اللقاء. 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 إلى اللقاء.